وانطلق خلال في شوطها السادس على كأس الحرس الوطني الفئة الثالثة السعودية لجياد وفراس الانتاج السعودي عمره 3 سنوات، شوط مفتوح الدرجات على مسافة 1600 متر، قيمة الجائزة 80,000 ريال بمشاركة مباغت ومصوط ومصبحة والبسطام وعواب وهازم وضبية فوزان، والصدارة للجواد هازم في المركز الأول، ضبية فوزان في المركز الثاني، وأيضا هناك متابعة من مصوط في المركز الثالث من الخارج، وأيضا الجواد مباغت في المركز الرابع مع عواض في المركز الخامس، والبسطام في المركز السادس. يتقدم البسطام من الخارج الآن، والصدارة للجواد هازم مع تقدم ضبية فوزان، وأيضا مصواط من الخارج يتصدر الآن، مصواط يتقدم بخيال عبد الجاين الآن أو خزيف رزولة من الخارج، والصدارة الآن لمصواط متابعة من هازم في المركز الثاني. البسطام يتحرك من الخارج، وشاهد أيضا عواض يتقدم مع تقدم الجواد مباغت ومحاولات من مصبحة المرشحة الأولى من الداخل للتقدم مع المنعطف الأخير. مصبحة بالفعل تتقدم مع تقدم مباغت من الخارج، والتنافس الثنائي ما بين مصبحة ومباغت يشتعل ما بين الجوادين مباغت ومصبحة، والتنافس ما بين الرأسين في هذه الأثناء. مباغت متقدم بفارق بسيطة عن مصبحة المرشحة الأولى لكسب هذا الشوط من الداخل. مباغت في المركز الأول متقدم بفرق بسيطة عن مصبحة. مباغت كأس الحرس الوطني للجواد مباغت بن الفحل عز الخير.